وتين. وبعد الخمسين بنبتدي مرة تانية في قراءات الأحد. وأحد شهر بقونا، ونهاردة الحد الأول من شهر بقونا، كل أحد شهر بقونا تمادي بيجي في صوم البصر. علشان كده في شهر بقونا نلاقي ريحة الروح القدس. فالكنيسة اختارت في أول حد في شهر بقونا موضوع الصلاة، والصلاة الربانية هي اللي بنقولها باستمرار في كل صلاتنا: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك لحد الآخر. والصلاة هي اللي بتخلي الروح القدس يعمل فينا. عشان كده الكنيسة وضعت في شهر بقونا في أوله أهمية الصلاة. يمكن قبل كده اتكلمنا في أكثر من مرة في تأملات في الصلاة الربانية، وإذا كان هذا الموضوع مهم لكن مش معقول هنخلصه في 10 دقائق وربع ساعة. لكن النهاردة عايز أتكلم في الصلاة عموما، لأن للأسف الشديد ناس كتيرة يعني ما بيعرفوش يصلي، وناس كتيرة كمان في اعترافاتها تبص تلاقيها معصرة وضمائرها تعبان قوي في موضوع الصلاة. الصلاة مهمة جدا، والصلاة هي الحديث مع ربنا والكلام مع ربنا. الصلاة في معناها البسيط هو حديث مع الله، لكن في معناها الأعمق صلة، صلتنا بالله أو الصلة بالله. شوف يا أخواتي، أنا عايز النهاردة أتمنى يعني نصلي كده طول القداس إن احنا نخرج النهاردة من إنجيل النهاردة ومن عزة النهاردة ومن كلمات ربنا هيبعتها لنا، إن احنا نحس أهمية الصلاة في حياتنا ونبتدي نزود من صلاتنا. وأتمنى اللي مش بيصلي خالص، في ناس كده يعني مش بيصلي خالص، أتمنى إن هما يبتدوا يبقى ليهم علاقة بربنا من خلال الصلاة. لأني إزاي بنقول إحنا بنحب ربنا وعايزين ربنا يبقى موجود في حياتنا وإحنا ما بنعرفش نتكلم معاه؟ مفيش أي عمق إن إحنا بنعرف نتكلم. وقصد هنا العمق مش معنى الجمل المسترسلة العميقة في معناها. في ناس كده بتقول كده جمل في معناها في الصلاة جميلة أوي، ممكن نحفظها ونقولها بس القلب، وممكن تختار كلمات سهلة جدا وتتكلم فيها مع ربنا بطريقة مباشرة وبطريقة سهلة. لكن أهم حاجة إنك أنت تبتدي تبرهن الحب اللي جواك ناحية ربنا بإنك أنت تتكلم معاه، تشكره، تطلب منه، يبقى في علاقة بأي شكل وبأي وسيلة من خلال الصلاة. الصلاة لازم تكون من القلب زي ما قلنا، مش مجرد جمل حافظينها وبنقولها. الكنيسة مسهلة علينا موضوع الصلاة وحطلنا صلوات السواعي. وعلى فكرة صلوات السواعي دي بداية، دي الإنسان اللي ما بعرفش يصلي يبتدي يصلي صلوات السواعي عشان تعلمه زي صلاة. لكن الآباء القديسين كانوا بيصلوا صلوات السواعي، ومعاها كانت الصلوات بتمتد لساعات كتيرة يتكلموا فيها مع الله. ويمكن بنفتكر تملي رجل الصلاة صموئيل النبي في العهد القديم، أيضا في العهد الجديد سيد المسيح له كل مجد يوحنا المعمدان، أيضا في القديسين نفتكر القديس العظيم الأنبا بشوي اللي يمكن اللي بيروح الدير بتاعه ويفتكر يقول المكان ده اللي كان بيقف يصلي فيه، وكان يربط زي حبل بدقنه ويفضل طول الليل يصلي عشان لما كان ينام كده وهو بيصلي فيبتدي ينزل راسه ودقنه توجع فيقوم تاني ويكمل الصلاه. ده واحد عارف يعني ايه العلاقه ما بينه وبين المسيح، عارف يعني ايه حبه للمسيح يبرهنه انه عايز يتكلم معاه، هو عايز، هو مشتاق يتكلم معاه. الصلاه لابد ان تكون من القلب مش بس من اللسان، لأن سيد المسيح له كل مجد، آسف، ربنا في العهد القديم له كل مجد، عاتب شعبه من خلال أشعياء النبي وقال أن هذا الشعب قد اقترب إلي بفمي وأكرمني بشفتي وأما قلبه فبعيد عني كل البعد. إذا صلاة الأشرار تختلف عن صلاة الأبرار،
صلاة الأشرار هي عبارة عن جمل بتتقال حافظينها عن ظهر قلب ولكن مش نابعة من القلب. وزي ما نقول بوشين، بيصلي عشان الناس يشوفوا بالصلاة، جاي الكنيسة عشان الناس تشوف، جاي الكنيسة قام بقوم عنه. ولكن الصلاة الحقيقية الإنسان اللي يجي الكنيسة حتى في صلوات القداس يرفع قلبه وفكره وعقله وكل حواسه إلى ربنا يسوع المسيح له كل مجد، وكل كلمة يقولها يكون نبع من قلبه. في ناس تقول لي يا أبونا طب إحنا ممكن ساعات في القداس بنسرح، بس بنسرح في المسيح مش لازم في الكلام اللي بيقوله أبونا، يمكن بنسرح في صلاة، بنسرح بإن إحنا نتكلم مع المسيح خلال الألحان من خلال الكلام اللي بيقوله أبونا الحلو. أقول لك طب وماله، معلش، المهم إنك أنت باستمرار أثناء الصلاة يكون قلبك مع ربنا. طب هل برضو الصلاة أثناء الصلاة بس؟ أقول لك لا، ده ربنا طلب منا وأوصانا صلوا إيه؟ كل حين. طب إزاي أصلي كل حين؟ هل في شغل المفروض أن أصلي؟ هل مع أولادي وأنا باجي المفروض أصلي؟ هل وإحنا قاعدين في صلاة بنتكلم في مواضيع اجتماعية المفروض أن أصلي؟ طب إزاي؟ إزاي أصلي كل حين؟ إزاي يعني الموضوع ده يتحقق؟ ولكن ده بيتحقق بحاجة حلوة خالص واحنا كلنا بنعملها بس من غير ما نشعر. لما نقعد مع بعض ونجيب سيرة ربنا دي صلاة. لما بنقعد مع بعض وفي محبة ما بيننا دي صلاة. لما بنقعد مع بعض ونحيي بعض بكلمات جميلة تخرج من القلب بدون أي حاجة جوانا للي قدامنا دي صلاة. لما بنجيب سيرة الناس مع بعض دي صلاة. كل الأمور دي ممكن تكون صلاة. لما تقدم لواحد هدية جميلة وبتقوله فيها معاني حب دي صلاة. لما بتقدم خدمة في الكنيسة دي صلاة. لما بتجيب ابنك لحد الكنيسة بدري عشان يبقى شماس دي صلاة. كل دي صلاة. قديسة حنة النبية قلنا عليها انها كانت بتصلي من قلبها بكل حب حتى من غير كلام. لكن كون ان هي تقدم ابنها صموئيل للهيكل دي تكملة الصلاة بتاعتها وتكملة النادر بتاعها. كل دي أمور الله يسوع المسيح له كل مجد يحبها قوي وقلبه يتحنن قوي. علشان كده من غير الصلاة مش ممكن أبدا نقدم توبة رقم واحد. رقم اتنين، مش ممكن أبدا تطلب من ربنا من غير صلاة ومن غير دلة. أنت عايز أطلب، تطلب ازاي؟ اسأله تعطوا، اطلبه تجد. لما اسأل ربنا يسوع المسيح الى كل مجد في اي مكان عادي صور. لو انا خارج من البيت وراح اركب العربية وقول يا رب وصلني بسلامة واستر عليا واستر على بيتي واستر على بيتي واستر على باب البيت وباب العربية وعلى الدكسيون بتاعي وكده وصلني عادي صور. طب انا لما حد يجيب عربية يديني اكون اصلي عليها؟ حق. وانا في مصر كان في حد من الاباء يقول انت اكبر حد تعملهم في امريكا الصلاة على عربيات والصلاة في البيوت وقد فايقات كانية. فيجي واحد يجيبه دي حاجة كويسة، يجي واحد عربية جديدة يقول يا ابونا انا ما اقدرش اركبها غير لما اصلي دي بركة كبيرة. فنصلي فاقول له حاجتين نصيحتين. اقول له رقم واحد من يجي تركب العربية اول حاجة تعملها ارشد الصلاة قول انا عايز. وتاني حاجة انصحه بيها دي حاجة بقى اقول له امشي بشويش توصل بسرعة. دي حاجة تانية معنى سيدنا معنى مش بعمل كده بس الحوني. لكن في النهاية عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن دي كلها صلوات. في صلوات سهمية سريعة أبونا ممكن يبقى ماشي كده وحد ما يعرفوش يقوله صلي لي يا أبونا. طب وأبونا لا خرج ولا أبونا كتب اسمه مش هيفتكر اسمه. ففي الوقت ده أبونا بيقدم صلاة لربنا من قلبه يا رب قويه يديله النعمة يديله البركة اشفي أمراضه. هذه صلاة سهمية. ممكن برضو حضراتكم تبقوا كده وربنا بيسمع من كل واحد. ابونا يقول لك صلي. طب انت يمكن في صلاتك الخاصه مش هتفتكر ابونا وانت واقف صلي قول له يا رب افتح قلبه افتح بصيرته اديله حكمه ومن قلبك ربنا بيسمع. ادي صلوا كل حين ولا تمنوا. ادي صلوا. الصلاه يا اخواتي هي الجسر اللي بيوصل بين الارض والسماء. شبهوها الابائنا القديسين بسلم يعقوب اللي شافه.
سلم يعقوب ده كانت حاجه جميله جدا. يعقوب نام على حجر والحجر ده دشينه بعد ما قام وقال له يبقى كنيسه للرب وبيت الرب. شاف ايه يعقوب؟ شاف سلم من الارض للسماء. السلم ده طبعا بمعناه التفسير الكامل هو تجسد المسيح الكلمه، لكن بالروحيات السلم ده هو ايه؟ هو الصلاة. انت عايز يبقى في علاقه ما بينك وبين السمائيين؟ الصلاه والتسبيح، الصلاه والتسبيح. كل ما يبقى فيه صلاه كل ما باب السماء هيتفتح لك. واوعى تستعمل الطلبات، بل بالعكس ده يمكن يكون ربنا يعني شويه تقيل علينا كده في بعض الطلبات عشان اطلب تاني. انا عايز اسمعك. قلت له يا ابويا طب ما اخرج بقى من النشاط. يقول لك لا اطلب، لان ربنا بيحبك. في سببين ربنا مش محقق لك طلبتك. رقم واحد مش لخلاصك، رقم واحد مش لخلاصك ومش وقته دلوقتي. انت ما تعرفش الطلبه دي اتحققت ممكن يحصل ايه في حياتك. رقم اتنين اطلب تاني واتكلم مع المسيح وابكي. تملي بنفتكر في الموضوع ده ابائنا القديسين اللي كانوا يمكن محرومين من الاولاد، يمكن كانوا محرومين من حاجات معينه، ده كان بالنسبه عليهم كان موضوع صعب جدا، لكن بالصلاه والبكاء والايمان وطول البال ربنا بيسمع. ربنا النهارده في انجيله جميل جدا، افتكروا ابانا الذي له 11 افتكروا كويس قوي قوي، لان الجزء ده كل ما تبقى تعبان اقراه، وكل ما ربنا يتاخر عليك في طلبه اقراه. مش بس ابانا الذي ده، يقول لهم ايه؟ يقول لهم انت وانت على الارض، انت كاب قلبك مش حنين، انت مش قلبك حنين على جارك لما بيجي يطلب منك او يطلب منك وانت على الارض. طب وابوك السماوي اللي خلقك تفتكر هيبعد عنك؟ صدقوني امام المسيح لو غمضت علينا كده وكل واحد كده يفتكر، لو روح البيت كمان يكتب يا ريت ربنا عمل معاه ايه في الصلاه. يمكن نسيك مره، مجازا نسيك، لكن كام مره طلبت منه طلبه وحققها لك؟ كام مره ما بعدش عنك؟ كام مره الكنيسه وقفت تصلي بدموع ومطانيات وربنا ما يعديش اكتر من 40 يوم ويكون سامع الطلبه وبطريقه معجزيه غير عاديه؟ بس كل الفكره يا اخواتي ان احنا ساعات بننسى، بننسى. افتكر، افتكر لما تيجي تعاتب ربنا، وده طبعا مش عيب ولا غلط، بالعكس ربنا بيحب كده. لما يجد انك انت بتحبه قوي لكن تعاتبه وانت قريب منه وانت بتصلي له برضه، وانت مش بره الكنيسه وانت جوه الكنيسه وانت جوه اوضتك تعاتبه وتكلمه، لان ربنا بيحب كده. افتكر برضه وانت بتعاتبه كم مره حقق لك طلبه، كم مره ادك نعم. شوف يا اخواتي اللي ينجح ويعرف يصلي انسان عارف قد ايه اهتمام ربنا بيه. اللي يعرف يصلي عرف يفهم ويعرف اللا محدود بامكانياتك المحدوده. الصلاه يا اخواتي، الصلاه هي العلاقه ما بيننا وبين المسيح كل من. وتملي انا بقول مثل، لو انت النهارده بتحب واحد والواحد ده مش عارف توصل له او مش عارف تتكلم معاه، هيجي يعبك يقول لك حبيبي انت بتحبني؟ تقول له طب بتكلمني؟ تقول له لا. طب مش بتكلمني ليه؟ ودي اهتم بينا وبين بعض كتير قوي. تقول له ما عنديش وقت. يقول لك يا سلام، ما عندكش وقت، ما عندكش وقت ترفع سماعه التليفون وتقول ازيك عامل ايه اخبارك ايه؟ ده انا ياما كلمتك وياما عطفت عليك. وساعتنا ما نعاتب بعض نقول ايه؟ ودي حاجه فيا انا. اقول انا يا حبيبي انا مش زعلان، بس انا عمال اكلمك 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 وانت مش بترد عليا، يبقى انت بتقول لي ايه؟ ما تكلمنيش تاني. لما بنعاتب بعض بنقول كده. طب ما هو ربنا كده برضه. بيقول لك يا حبيبي انا عمال اكلمك اكلمك اكلمك.
بكلمك من خلال روحيات وعطايا واسرار. بكلمك من خلال كتاب مقدس قاعد في البيت عندنا منه العشرات في البيوت ما بنفتحوش. بكلمك من خلال عظه، بكلمك من خلال ترنيمه، بكلمك من خلال حاجات كتير. وانت مش قادر تكلمني مره واحده في اليوم. مش قادر تقول لي اهلا، ازيك، صباح الخير، مساء الخير. اسال عليا يا رب. فهمني امورك يا رب، توبني يا رب. مش قادر تقول لي اي حاجه. انا مستنيك انك تتكلم معايا. علشان كده يا اخواتي ارجوكم، العلاقه ما بينكم وبين المسيح هي الصلاه. اذا قطعت الصلاه يبقى انت قطعت العلاقه ما بينك وبين المسيح، يبقى قطعت عمل الروح القدس، يبقى قطعت فيك سر المعموديه. احد الاباء قال ان الزواني الصلاه والصوم يجعلهم باتونيين. شوف ايه ده للدرجه دي. اوعى تعمل خطيه وتفقد املك ولا رجائك في ربنا. طب ازاي ارجع الرجاء وازاي ارجع الامل وازاي ارجع الايمان؟ يقول لك بالصلاه يا حبيبي، بالصلاه. طب يا ابونا انا ما بقدرش اصلي وما بقدرش ارفع عين لربنا وانا غلطان وخاطئ وما بقدرش اتكلم. اقول لك صدقني اقوى الصلوات هي الصلاه بدون كلام. يكفي انك تخش الكنيسه وانت بتسمع لحن ترنيمه جميله، ويمكن في بعض الترانيم وبعض الالحان يمكن ما بنقدرش نكملها من كتر قوتها في الكلام وقوتها في اللحن. كل اللي بتقدر تعمله حاجه واحده، انك تقف وتقول يا رب انا ما بين ايدك، انت اللي عارف قلبي بيقول لك ايه. انت رب عارف قلبي عايز يتكلم معاك ويقول لك ايه. ويمكن دي من علامات الصلاه المنسحقه، الصلاه بايمان، يمكن من غير كلام، بس مجرد انك انت ترفع قلبك لربنا وترفع عقلك لربنا وتقول له يا رب انت عارف انا عايز ايه، وانت عارف انا عايز اقول لك ايه، بس انا مكسوف منك. يقول لك انت مكسوف مني؟ ده انت حلو، ده انت جميل، ده انت مفيش زيك، ده انا تحت رجليك. ايه ده يا رب ازاي كده؟ يقول لك ايوه بصلاتك المنسحقه دي، بصلاتك المنسحقه دي، ده انت لما هتيجي عندي في بيتي انا هخدمك، انا هخدمك، انا هنزل تحت رجليك واغسل لك رجليك واقول لك الحمد لله على السلامه من المشوار الصعب اللي كنت فيه. تغسل رجلي انا الخاطي؟ طب ليه يا رب تعمل كده؟ قالت لان ايه؟ لانك انت غلبتني بالكلمات الحب اللي انت اديتها لي واللي انت اعطيتها. الصلاه يا اخواتي هي المفتاح للسماء، الصلاه يا اخواتي هي مفتاح التوبه، الصلاه يا اخواتي هي المفتاح ان كل طلباتنا ربنا يسمعها. أرجوكم صلوا، وصلوا من أجل كل الناس. أنا أفتكر يعني آخر حاجة ليها، أفتكر الناس الكبار، أفتكر جدي. كنت أروح أبات عندهم. صدقوني كنت أصحى الساعة 4 5 الفجر أول ما أدوك في الشقشقة أسمع الصوت. قاعد كنت بعمل كان آخر أيام يعني آخر أيام يعني مش قادر أقف كتير يعني. كنت أسمعه يصلي وأسمعه يدعي لكل الناس. صدقوني كان بيصلي بعد المزامير بتاعته بالنص ساعة والساعة ربع ساعة صلاة ارتجالية. وانا انام واقوم على صوت وهو بيصلي سيد جنبي، انام واقوم على صوت وهو بيصلي، ويطلب لعم احمد وعم محمد وجاره واعدائه واولاده واحفاده كل الناس، ويفضل يصلي والكنيسه كان بيرقص شبره ويصلي من اجل الكهنه واسمع صوت الاباء الكهنه اللي في الكنيسه. صلوا صلوا كل حي، الناس الكبار معانا في الكنيسه والصغيرين والشباب والاطفال كلهم. ده البيبي الصغير ده صغير يقول له حبيبي انت بتصلي؟ لا يا ابونا انا بصلي. يقول له بتعرف تقول يا رب خلي بالك من ابونا مخاييل؟ البيبي الصغير ده ربنا بيسمعني. بصلواتكم الكنيسة عايشة، وبصلواتكم الآباء بيخدموا، وبصلواتكم البابا البطريرك عايش وحكيم وربنا يتوسع، بصلواتكم إلى سقفة بيفتقدوا شعبهم، بصلواتكم. الصلوات هي اللي بتسند الكنيسة. اوعى تفتكر إن في حاجة تانية غير الصلوات. الصلوات والأصوات حاجتين اعرف إن هما دول اللي بيرفعوا أي حد هما الحاجتين دول والصلاة. صوم يا اخواتي من غير صلاة ما ينفعش، غير مقبول. ده دليل أكل. النهارده صوم الرسول ده يعني معظمنا مش صايمين وحاطين لا ننسى. أكل إيه؟ ده الأكل في صوم الرسول أغلى من الفطار. ده اللي عايز ياكل بقى أكل حلو ياكل أكل صيام. صحيح. لكن هي الفكرة مش في دليل الأكل. لا. الصلاة. إذا أنت صمت من غير صلاة إيه لازمته؟ النهارده يا اخواتي ربنا يدينا فكره
في الصبر. فكره في الصبر. لو قلت اخر حاجه، لو قلت ابانا الذي بس، ابانا الذي بس، وقلت كلمه كلمه بروح وبتواضع وبتامل، هتدخلك السماء. ابانا الذي بس، ابانا الذي بس، وكل كلمه تقولها ابانا الذي في السماوات، واسرح بقى في ابانا ده، وبص كده فوق وقول له يا ابانا ده انت ابويا، وانت اللي جايب لي ابني، وانت اللي مخليني هنا في بيتي ده، وانت اللي بتحافظ على ابني، انت مش ممكن ابدا تسيبني، وتفضل تحكي معاه، وانا غلطت في حقك، وازاي انت ابويا اغلط في حقك، وامبارح اتكلمت على فلان وانت ابويا، وانت عارف وانت ابوه برضه، يعني هو اخويا، كان في ابانا دي، وافضل احكي ليتقدس اسمك، واحكي وكل كلمه احكي ابانا الذي بس. وصلنا السماء. الله قادر ان بصلواتكم يعظم كنيستنا وهذه الكنيسه، ويديكم نعمه وبركه لكل من عندنا.